19 قياديا يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. عقدت اللجنة العليا للاستراتيجية اجتماعها الرابع لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص سير أعمال تنفيذ مبادرات ومشاريع هذه الاستراتيجية. استراتيجية هذه هي تكاد تكون الأولى من نوعها من حيث منهجية الإعداد التشاركية بين المؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمؤسسات القطاع الخاص. كانت البداية متعثرة قليلا بسبب أنها تصادفت مع بداية كورونا، لكن الحمد لله خلال السنة الماضية قدرنا نغطي الفجوة ما بين المبادرات ضمن الاستراتيجية اللي تم تنفيذها والمخطط له وفقا للتنفيذ. الاستراتيجية أيضا تتضمن آلية لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء. هي تخص دولة الكويت، مرتبطة أهدافها بأهداف التنمية. اطلعت اللجنة في هذا الاجتماع على نسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط لها، كما ناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها. أهم إنجازات الاستراتيجية منذ انطلاقها وحتى نهاية عام 2022، فمن الجانب التشريعي تم إقرار عدة قوانين مهمة في هذا الجانب. حقيقة القانون يمكن اللي أقر في عام 2020 وهو القانون اللي يعطي الحق في الحصول على المعلومات، وأيضا تم إقرار قانونين مهمين جدا في نهاية ديسمبر 2022 وهو قانون حظر تعارض المصالح الجديد، وأيضا التعديل على قانون الجزاء فيما يشمل الحقيقة توسعة نطاق المسؤولية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد. هناك أيضا عدة إنجازات أخرى من جانب تعزيز النزاهة في القطاع العام. هناك أيضا من الجانب التوعوي عدة إنجازات تمت في مجال التوعية وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد وسبل مكافحته. أعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية لدورها الكبير في تحسين أداء دولة الكويت في المؤشرات الدولية. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.